السلام عليكم خواتي واخواتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي. في هذا الفيديو خواتي حنشارك معكم ابرز عناوين اخبار اليوم، بعضها متعلق بالجزائر والبعض الاخر متعلقة باخبار دولية. فمثلا راه كاين واحد الاخبار راهي تقول باللي الان روسيا قررت ارسال جنود لدعم غزة. يعني ما هو مصداقية هذا الخبر؟ لانه يعني كان مواقع اجنبية تتحدث على هذا الموضوع. ايضا في الاخبار هنا المعلق الجزائري حفيظ دراجي يخاطب جمعية البركة الجزائرية التي هي الان راهي في وسط الميدان تاع غزة وراهي تدعم الفلسطينيين وفيها مجموعة من الجزائريين. يعني مؤخرا فقط ما عندهاش 3 ايام استشهد منهم جزائريان. في الاخبار ايضا خاوتي راح نوريكم التنوفيق تاع تركيا، راح تشوفوا الامر بالفيديو قدامكم خاوتي كيف ان تركيا الان راهي ترسل الكثير من المواد لكي تدعم فيها الكيان الصهيوني، في حين يخرجكم ولا يخرج لنا الرئيس تاعهم رجب طيب اردوغان ويقول لنا بلي كل هذه الامور زعما يقول لنا بلي تركيا راهي تدعم في فلسطين وكل هذه الامور. الان خاوتي خاصنا نتاكدوا من صحه هذا الخبر ونرى هل هذه محاوله من الكيان الصهيوني لتشويه صوره تركيا ولا ان هذا الامر صحيح. ايضا كل يوم تستمر فيه هذه المجازر على الشعب الفلسطيني يستمر دعم الشعب العام ولا شعوب العالم في الدفاع عن القضية الفلسطينية. فهذا الفيديو خاوتي من امريكا ولا عفوا من مونتريال من كندا، ودوك تشوفوا معايا تفاصيل هذا الموضوع. كما شفتوا خاوتي هذه هي ابرز عناوين اخبار اليوم، ما لا باش تعرفوا كامل التفاصيل ارجوكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، كل هذه الامور راح تدعمنا نتصدر الحملات السينيور. في الاول خليني اشارك معكم الفيديو اللي قلت لكم فيه باللي هنالك اخبار حول ان زعما روسيا راح تتدخل عسكريا وين في من اجل دعم غزة. هذا الخبر صراحة خاوتي انا شفته بلي ماهوش منطقي، وشفت الكثير من المواقع تتحدث على هذا الموضوع. خليني اشارك معكم شنو يقولوا دوك نترجم لكم. Russia just pulled off a crazy move going completely against the USA. In a shocking warning, the US just warned Israel alarming. قال لك الآن روسيا تقوم بحركة مضادة بالكامل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكانت حقا صادمة بالنسبة لأمريكا. In warning, the US just warned Israel alarmingly. Russia just sent troops to help Iran. الآن قال لك أمريكا حذرت إسرائيل بشكل خطير جدا وقالت لها ردي بالك. الآن أمريكا روسيا راهي بعثت الجنود تاعها والميليشيات تاعها إلى إيران. Iran in the fight against Israel. This could be a disaster of epic proportion. قال لك زعما بالعاني بعثت الجنود تاعها والأسلحة تاعها إلى إيران لدعم المقاومة في فلسطين. وقال لك هذا الأمر قد يكون له عواقب وخيمة للغاية. Destroying not one, not two, but millions of lives. And the reason behind Russia doing this. وزعما قال لك هذه الحركة راح تدمر الكثير من الأرواح. طبعا الناس اللي نشرت هذا الخبر ما هيش فرحانة بهذا الأمر لأنهم هم مع الكيان الصهيوني. Is way more twisted than you think. But why did Russia defy the United States and the UN? Why is everyone calling this move the biggest threat to America till date? And is ثم زعما بدا يتساءل على حول هذا الخبر، قال لهم بالان بما انه تاكدنا هذا الخبر الكل يتساءل لماذا هذه الحركه تعتبر اخطر حركه اتجاه الولايات المتحده الامريكيه. الان خوتي الفيديو هذا فيه 9 دقائق يتحدث على هذا النوع من الاخبار، وكما لبيكم خوتي احنا القناه تاعنا رمزها المصداقيه. صراحة خوتي حوس على هذا الموضوع قبل ما نجيكم بهذا الخبر، وكل ما لقيت هو أن روسيا بعثت ولكن لم تبعث بمساعدات عسكرية وإنما بعثت مساعدات إنسانية ليست إلى إيران وإنما إلى غزة. يعني هذا الخبر مديرين البروباغاندا تاعهم باش يخلوا سكان ولا المواطنين الغرب يكرهوا روسيا أكثر. طبعا الفئة المستهدفة هي فئة الشيوخ اللي ميتأكدوش من مصادر الأخبار، وبس زعما يبينوا بلي حماس أيضا إرهاب، إلى أنه هذا الأمر لن ينطلي على الجيل الجديد وعلى أيضا الجزائريين ككل بجيلهم الجديد والقديم. فانتم خاوتي يشاركون في هذا الموضوع، خبروناكم في التعليقات. وأكثر حاجة تبروفيكم باللي الحيل هذه يعني لم تنطلي على الجيل الجديد هو رقم الاحتجاجات هذه. يعني الإحصائيات قالت بلي هذه الاحتجاجات فيها الأغلبية تاعها من المساغر ولكن فيها الكثير أيضا من فئة الكبار اللي راهم عارفين ويعرفوا حقيقة الكيان الصهيوني. وفي هذا الاحتجاجات الداعمة للقضية الفلسطينية حضرها 50,000 شخص في شوارع مونتريال بكندا.
الان قال لك هنا هذا الارتيست هنا قاعد يسقسيهم، كان يقول لهم what do you want، ماذا هما لتحت كان يقولوا justice، معناتها كان يقول لهم ماذا تريدون، وهم كان يقولوا العداله. اسمعوا خالتي، راكم تشوفوا هنا اخواتي الاعلام الفلسطينيه هذو كلهم هذو راهم يريدون العداله للشعب الفلسطيني، يعني يجب محاكمه الكيان الصهيوني على كل جرائمه اللي دارها، ويجب وقف الدعم اللي مقدم من طرف دولتهم كندا الى اسرائيل، وفي الاخير تحرير الشعب الفلسطيني واقامه دولتهم الخاصه. وش رايكم اخواتي في هذا الموضوع ايضا؟ خبرونا لكم في التعليقات. طبعا اخواتي ملي اندلع هذا المشكل، الا وان والجزائر كانت من اكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، ليست بالكلام فحسب انما حتى بالجهاد والاستشهاد، فشفنا في هذه المعركة استشهاد الكثير من الجزائريين، ومن بينهم جزائريين من جمعية البركة. جمعية البركة اخوتي نظن نقولكم اتبرعونهم لانهم يقومون باعطاء وشكم تتبرعوا لفلسطين، وهوليك سي سي بي تاعهم اخوتي. وإذا أي واحد فيكم تبرع لهم أرجوكم يكتب لنا في التعليقات يقولنا باللي رانا تبرعنا لهم بعد ما شفنا الفيديوهات تاعكم، إذا كان هذا الأمر صحيح. هاوليك سي سي بي خاوتي 210 243 29 الكلي 40. الآن نشروا هذا الفيديو حيث خاطبهم حفيظ دراجي ما زاد من مصداقيته. أسمعوا خاوتي وش قال حفيظ دراجي حول هذا الموضوع. حياكم الله، مرحبا. أردت من خلال هذا الفيديو القصير أن أشيد بجمعية البركة وحملة الوعد المفعول والحرب التي تخوض هذه الجمعية الجزائرية المحترمة على مدى شهرين تقريبا بالموازاة مع الحرب على إخواننا في فلسطين والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة. أردت أن أشيد بما تقوم به هذه الجمعية التي تمثلني فعلا وتمثل فعلا كل الشعب الجزائري من خلال لاقو. طبعا خاوتي تمثلنا كلنا، وكنت شاركت معكم الكثير من الفيديوهات اللي وريناكم فيه كيفاش تقوم هذه الجمعية بتوزيع ليست الأكل فقط وإنما حتى الملابس والأغذية وكل هذه الأمور اللي يحتاجها الشعب الفلسطيني أطفالا وكبارا. لا أقول تقديمها للمساعدات بل من خلال قيامها بواجبها وأكثر تجاه أبناء شعبنا في فلسطين بشجاعة ورسالة وبكل ما أوتيت من إمكانيات ومن قدرات. أنا من أكثر المتابعين لنشاطات هذه الجمعية خاصة هذه الأيام، ومن أكثر المشجعين لها خاصة هذه الأيام، وأتابع بشكل ملفت هذا التقدير الكبير جدا لأبناء شعبنا الفلسطينيين لما تقوم به هذه الجمعية. للأسف الشديد وسط تعتيم إعلامي شوية محلي وأكثر تعتيم إعلامي عربي ودولي، أنا أتصور بأنها لو كانت جمعية عنده الحق في الدرجة خاتي، هنالك تعتيم إعلامي حول جمعية البركة، فمثلا زعما كي تدخل للبوستات ومدام الدولة الجزائرية تدعم فلسطين علاه ما يديروش بلاكة يكتبوا فيها إذا راكم راغبين يا أيها الشعب الجزائري في التبرع إلى فلسطين، فهذه الجمعية راهي راح توصل لكم التبرعات تاعكم وتقدروا تشوفوا الأمر بالفيديو. أحيانا والله كان الكثير من الجزائريين راهم حابين يتبرعوا، حابين يعاونوا خاوتهم في فلسطين، ولكن ما يلقاوش كفاءه، ما يلقاوش الوسيله ولا الاداه، وما يلقاوش ايضا جمعيه موثوقه. فهذه جمعيه البركه رانا شفناها في وسط الميدان، وكما قلت لكم خاوتي لدرجه انه فيهم جزائريين استشهدوا. الدراهم هذو اللي راهم روحوا لجمعيه البركه ما راح يستفاد منهم ولا جزائري لاغراضه الشخصيه. كما قلت لكم نهار نضت الحرب في الشمال وايام الهدنه، يعني نهار جات ايام الهدنه على فلسطين، هذو الجزائريين كانوا قادرين يعاودوا يرجعوا الى بلدهم ويهربوا من القصف اللي كانوا فيه، لكنهم خاوتي ولبسالتهم ورجولتهم رفضوا ان يعودوا الى الجزائر، بل قرروا البقاء لدعم الشعب الفلسطيني، وهذا ما ادى الى استشهادهم. يعني استشهدوا ليس اثنين فقط من هذه الجمعيه وانما اكثر اظن. شوفوا الفيديو خاوتي، نكمل الفيديو. كان صيتها ممكن أكبر، ولكن أنا متأكد بأن رئيس الجمعية وأعضائها وكل الذين
يساهمون في مساعدة أبناء شعبنا لا يقومون بهذا من أجل الدعاية، بل يقومون بهذا لوجه الله ويقومون بهذا لأبناء شعبنا. صح، وربي ان شاء الله وربي ان شاء الله ينصرهم خالتي. كما قلت لكم الحاجه اللي محيرتني عليها ما يديروش هذه تاع جمعيه البركه، يعلقوها في لي بونك ولا يعلقوها في في البوستات، يقول لهم بلي هيا اذا راكم حابين تدعموا خوتكم الفلسطينيين هاو الاكسسيبي تاعهم، واي واحد فيكم يقدر. نضمن لكم خوتي بلي بالك نص الجزائريين كلهم راهم راح يحطوا دراهمهم، حتى اذا كانت 100000 50000، هذا الامر راح يساعد بشكل لا يصدق. 50000 راه يتوكل عائله كامله ليوم واحد في فلسطين وليس شخص واحد. ثم شاكم خاوتي في هذا الموضوع ايضا، خبروناكم في التعليقات. الان يلا نتحدث على تركيا بعد ما كنا في الجزائر ونشوف المواقف، الناس اللي تهدر والناس اللي تفعل. تركيا هدرت بزاف، والرئيس تاعهم رجب طيب اردوغان كان من اكثر الاشخاص اللي هدروا، بل خرج حتى في فيديو وقال لهم باللي حركة المقاومة الفلسطينية ما هي مش إرهاب عكس ما يقول عليه ولو يقول عليهم الغرب. لكن الأفعى خاوتي راهي تدل على شيء آخر. لماذا؟ لأنه الآن الصهاينة وعلى بالهم شو يديروا، رغم أنها لحقتهم مساعدات، ولا عفوا مشتريات وليست مساعدات، جاتهم من تركيا. ثم بدأوا ينشروا هذا الفيديو ويشاركوه مع العالم، قالوا لهم ها ها شوفوا هذوك تركيا اللي كنت تقول اللي تقول علينا احنا يا المجرمين، هاي اللي مازلنا نتعاملوا معاها. زي ما قلت نحن نقطع العلاقات التجارية، مازالت التجارة بيننا. شوفوا الفيديو خاطي. تركيا تركيا دوك تقراها خاوتي، زعما دوك يروح البلد المصنع وتلقى مكتوب هكذا تركيا. هاليك ميد ان تركيا، لو كنت تقلبوها تلقى ميد ان تركي. يعني هذو البيجامات بعثتهم تركيا ولا باعتهم تركيا الى اسرائيل. الان الكثير من الناس قال لك باللي لا هذه خطه من الكيان الصهيوني، كانوا مخبيين هذه المنتجات لوقت طويل ثم اغتنموا هذه الفرصه نهار اللي لحقت زعما قلت لهم تركيا باللي نقطع العلاقات، وعاودوا نشروا هذا الفيديو باش يسوه سمعه وصوره تركيا للعالم، زعما بلي تركيا فيها غير الكلام وليس وما تهدرش وما تديرش واش تهدر. انا خاوتي كيما على بالكم انا دائما نزيد نسقسي الانترنت، وزدت سقسيت هذه المره الانترنت قلت لهم كيف هتم التجارة بين تركيا وإسرائيل، حبست ولا مازال؟ قال لك في حقيقة الأمر لم تتوقف 100% وإنما تقلصت إلى 50% ومنذ 7 أكتوبر، وهذا الخبر تم نشره في 7 نوفمبر، يعني ربما حتى الآن زادت تقلصت بنسبة أكثر. دوك الآن خاوتي باش نقولكم رأيي 100% لا أعرف، يعني مانيش عارف إذا تركيا راح تقطع العلاقات 100% مع الكيان الصهيوني ويتوقف هذا التبادل التجاري بيناتهم ولا لا. ولكن انتوما خاوتي واعتمادا على الفيديو اللي راكم شفتوه والمعلومات اللي رانا شاركناها معاكم، واش راكم في هذا الموضوع؟ خبروناكم في التعليقات. وفي الأخير خاوتي كما راكم شفتوا الدول راهي لاتية تسعى من أجل إحلال السلام عالميا مثل الجزائر، وتجري في المحافل الدولية والمغرب قاعدين لاتين بالجزائر، يعني أروح أنت وافهم. لكن جاتهم رسالة قوية جدا من جزائري، أسمعوا ذاك القصف. الجزائر تبونا السي محمد السادس أخرج شوية لشعبك يشوفك راه نساو كاع باللي عندهم مالك أملاتين غير بالجزائر. الجزائر تبون الجزائر تبون الجزائر تبون، اخرج شعبك يشوفك اسيدي يتفكروا باللي عندهم مالك ويلتاو بلادهم ويلتاو بالسلطات تاعهم. لاتين غير الجزائر تبون الجزائر تبون، اخطونا صاحبي التاو ببلادكم اخرج شعبك يشوفك. وصح خاوتي والله غير احيانا نلقاهم معمرين عندي في الكومنتير قاعدين يسبوا فيا. هذا الفيديو بينما ماهوش موجه ليكم، اما علاه راكم جايين تسبوا، ولكن كما على بالكم حنا نرحبوا بكاع المشاهدين ربما كيشوفوا الفيديوهات تاعنا يتكاكاو. انتم خاوتي واش راكم في هذا الموضوع وفي الفيديوهات اللي رانا شاركناها معكم اليوم؟ طبعا خاوتي انتظرونا في الفقره الثالثه، فما زال لدينا الكثير من الاخبار المهمه. نشكركم جزيل الشكر على المشاهده وسنلتقي مع المزيد من الاخبار والمواضيع. الى اللقاء.